يا صباح الخير ويا صباح العافية عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا يا ربي. بداية الصباح تليق بنقاء قلوبكم، أكيد يسعد لي صباح كل زميلاتي وكل كادر العمل. يسعد لي صباحك يا ثامر. يسعد صباحك يا هبة، وأكيد نبلش بفقرة ومضات والروح لبرغاتي. تطلق دورستر خارق بسعر 5 مليون يورو. أطلقت شركة برغاتي أيقونتها الخارقة بسعر 5 مليون يورو تقريبا، ويقتصر عددها 99 نسخة فقط، وتتميز بمقصورة داخلية فخمة من التلترون وجلود الفخمة، وتنطلق السيارة من الثبات إلى 100 كيلو متر بالساعة في غضون 2.5 ثانية فقط، بينما تصل السرعة القصوى إلى 420 كيلو متر بالساعة. حبيت انه هاي التطورات الجاي تصير بالسيارات بالتحديد. يعني انت من عشاق تبديل السيارات او تحافظين على سيارتك يعني لحد ما انه تقضين وياها سنوات طويلة؟ لا، أنا أحافظ على السيارة لحين ما أقدر أستبدلها بالأفضل. يلا أقدر أستبدلها. أها. أي هيك. وأنت من عشاق السيارات؟ الصراحة مو كلش. لا تمام. زين، أكيد إحنا مع الومضة الثانية. النساء أكثر انجذابا للرجل الذي يمتلك كرشا صغيرا. كشفت دراسة حديثة سرا جديدا من الأسرار، مشيرة إلى أن بعض النساء تنجذب للرجل الذي يمتلك كرشا صغيرا وجسدا ممتلئا بصورة نسبية. وتتناقض نتائج الدراسة مع ما يعتقده الكثيرون بأن النساء يفضلن الرجل الرياضي الذي يمتلك جسما مثاليا وعضلات بارزة. الصراحة لا تعليق. ليش ماكو تعليق؟ لا مو انتو يعني هو الموضوع على الكرش والنساء اللي تحب الرجال اللي عندهم كرش، واكو ناس تحب الاسلم او الرياضيين، لكن مرات هو اكو ناس عندهم كرش بس حلوين طبعا او لاب لهم الكرش على قولتهم. صراحة فعلا شخصيا انا من السيدات اللي ما احب الرجال اللي يكونون مسلم والفتنس وهذه التفاصيل. بس مو كلش اسلم. لا لا ولا كلش كرش. لا طبعا اكيد الاعتدال، بس يكون الرجل شرقي ممتلئ. فعلا اي يعني شنو تنصحين الرجال؟ يعني ما انصحهم، انا بديت وجهه نظري، انا فعلا مع هذه الدراسه انا احب الرجل يكون شوي من عندك كرش صغنطوط هيك صغيرون. تمام يا هبه ويا مشاهدينا. اما الومضه الاخرى اللي معاي، اطعمه تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، واوصت الخبيره بتركيز اساس النظام الغذائي على الانظمه الكامله المغذيه مثل الفواكه والخضروات، وايضا الدهون الصحيه للقلب مثل المكسرات والبذور والافوكادو وزيت الزيتون والاسماك الدهنيه مثل السلمون، حيث انها تساعد في تحسين نسبه الكوليسترول في الدم، اضافه الى الشوفان الذي يساعد في تحسين صحه الامعاء واداره الوزن وتحسين مقاومه الانسولين، كما يحتوي على الألياف التي تساعد بشكل أساسي على إزالة الكوليسترول في من الجسم. عفوا يعني اكو تناقض. اي احنا اكو كرش وبدانة. لا احنا مو بدانة، مع الجسم الممتلئ بالومضة السابقة، اما هنا فعلا اليوم نقدر انه احنا نفيد نفسنا من خلال انظمة غذائية. نعم. من خلال ونحافظ على وزن الفواكه. بالضبط، الاعتدال حلو بكل بس انتم الاطوال لو قلكم الوزن الضعيف والوزن السمين يعني ما يعني حلوين الا احنا الكسار يعني. لا احنا حلوين من الله، كل شيء كل شيء يرحمنا. واكيد مستمرين لتكمله باقي ومضاتنا. وفاه اول مصوره صحفيه يابانيه عن 107 اعوام. ذكرت وسائل اعلام محليه يابانيه ان رائده التصوير الصحفي التي تعد اول مصوره صحفيه يابانيه تسونيكو ساساموتو توفيت عن عمر يناهز 107 أعوام. وقالت وسائل الإعلام إنها توفيت لأسباب طبيعية قبل أقل من أسبوعين على عيد ميلادها 108 أعوام. طبعا ما شاء الله عمرها كلش طويل كان. اي وحلو انه هي مصوره او صحفيه معروفه، لكن مرات احنا نشوف بمجتمعاتنا خصوصا بالعراق انه الشخص كل ما يكبر تتعب صحته، او يبلش من ال 45 او ال 50 يبلش، فيقول اني لو اموت اخلص او اني لو ينتهي عمري ارتاح من هذه الضغوطات. لكن بالدول المتقدمه نشوف انه هوايه ناس اعمارهم تتعدى ال 80 وال 90 وحتى ال 100. بس انت خطيه الاصحاب انا اشوفهم عز الشباب الاربعينيين. أنا أشوفها بنفسي. لا أنا أشوفها بنفسي. أوكي إحنا نعطي طاقة إيجابية، لكن من بعد ال 25 نبلش إنه إحنا نقول كبرنا أو نحس بهذا الشيء. بس شوف ممكن اللي يتبع نظام غذائي مو صحيح أو روتين حياتي مو صحيح فعلا. لا. ممكن أنا أيدك بهاي النظرية، وخصوصا إنه الغرب تعرف يبلشون يستقرون بحياتهم. نعم. سن ال 40
فعلا يا هبه. وكذلك انه البعض تنتهي حياتهم المناخ يساعد على حفاظ العمر طوال، وايضا الانظمه الغذائيه، الرياضه، الظروف اللي يعيشوها عكس ما احنا الظروف اللي مرت علينا هوايه تخلي الواحد يقول اريد اخلص. لا يعني بعيد الشر عنك وعن كل المشاهدين ان شاء الله يا ربي. واما روح لي مايكروسوفت حيث تقرا بهزيمتها امام سوني لاول مره. اعترفت شركه مايكروسوفت لاول مره بانها منصتها للالعاب اكس بوكس وان قد تحققت مبيعات اقل من نصف مبيعات منصه سوني للالعاب بلاي ستيشن 4. بلغت مبيعاتها منصه الالعاب مايكروسوفت الى 58.8 مليون وحده، بينما حققت بلاي ستيشن 4 مبيعات تصل الى 117.2 مليون جهاز منذ آذار الماضي. ووفقت مايكروسوفت عن الأفصاح عن مبيعات جهازها اكس بوكس وان منذ 2016 في ركز على مبيعات اكس بوكس لايف. طبعا اني من عشاق الالعاب الالكترونيه. حلو. بس ما مبين عليهم. يعني ممكن اكو هوايات الانسان يخبيها. اي لكن مرات من يكون عندك وقت فراغ تستمتعين بهاي، خصوصا ويا الاطفال ويا الشباب ويا البنات الموجودين بالبيت. وانت شاطر بالالعاب الالكترونيه صراحه؟ نجرب انا وياك مره ندخل جيم ونشوف. لا انا مو شاطر بالالعاب ادربش العاد. اوكي طبعا اكيد مع اخر ومضه. الطلاب الذين يستمتعون ويستمعون ايضا للاغاني اثناء المذاكره يحصلون على درجات اعلى. قد لا يختلف الكثيرون حول الاثر الايجابي للموسيقى على المزاج العام للاشخاص وادخال الهدوء والسلام النفسي أو الباجة عليهم. ولكن بعيدا عن الترفيه وعندما نتحدث عن الموسيقى بالاقتران بالعمل أو بالمذاكرة، تؤكد بعض الدراسات أن أثرها سلبية، بينما تؤكد دراسات أخرى أحداث أن الموسيقى آثار إيجابية على تحفيز الدماغ أثناء العمل أو المذاكرة. طبعا انا اتفق ويا هاي الدراسه. حلو. وبيا حاله هبه يعني من كنت ادرس او كنت طالب ما احب ادرس بمكان هدوء، او مثلا اقعد بغرفتي واسد الباب واقرا بنص البيت وبنص القعده وبنص الصاله، انا خال كنت كل الناس تسولف واقرا. طبعا شوف هي الموسيقى فعلا اكو اثر ايجابي بكل الاعمال اللي احنا ننجزها، حتى احنا سيدات البيوت اذا عندنا عمل بالبيت شفنا شغل اغنيه او موسيقى مفضله لنا. لكن بالحديث على الطلاب وان شاء الله حيبداون عامهم الدراسي الجديد، بنصيحه الى الاهل ضروري انه تركزون على اولادكم وتفهموهم انه المدارس للتعليم مو للتنمر، تفهموهم انه المدارس انت راح تروح تتعلم بيها، تتعرف على اشخاص، تكتسب من عندهم خبرات دراسيه ومعلومات جيده وترجع للبيت. هذا سمين، هذا ضعيف، ذاك طويل، هذا قصير، هذا مو شأنهم. لازم تغرسون هذه المبادئ عند اولادكم وتفهموهم انه انت رايح تتعلم ما رايح تتنمر. هذا افضل شيء انه انت تزرعوه ببدايه بالعام الدراسي. فعلا فعلا هو هذا جاي نشوفه بالارض الواقع وايضا بالمدارس. لذلك انه هذه الملاحظه او النصيحه اللي وجهت لكم يا هبه يا اولياء الامور ويا اهالي، انه حاولوا انه تعلمون او تنصحون اطفالكم، وخصوصا حتى على الكوادر التدريسيه. احنا ما ندب اللوم فقط على الاهل، على الكل. يعني قبل المحاضره فد خمس دقائق اربع دقائق لازم ننطي نصائح، لازم ننطي ارشاد للطلبه، خصوصا بدايه مراحل الدراسه. حكومه الاقليم خصصت الثلاث ايام الاولى ما راح تكون ايام للدراسه، لا حيتعرفون على العام الدراسي، راح يتعرفون على بعضهم، راح يدرسون حاله اللي هم راح يكونون بها، والتعايش اهم موضوع وهو فعلا اساس النجاح لكل طالب. اكيد نتمنى من كل الحكومات انه تمشي على هذا النظام، واكيد نتمنى التوفيق والنجاح لكل طلبتنا.